وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك معنا. أهلا بكم سيدي. واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف مراكز أجهزة الأمن الإيرانية، هل ترى أن تلك العقوبات تعد بديلا عن مواجهة مباشرة مع النظام في طهران؟ العقوبات الأمريكية هي جزء من المواجهة وهي تتخذ منحى آخر. فالولايات المتحدة تسير على خطين، الخط الأول هو المواجهة المباشرة عبر قصف بعض المواقع التابعة للحشد الشعبي والأدوات التابعة لإيران، والآن تم الإعلان قبل قليل أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى قتل مسؤول الحرس الثوري الإيراني في اليمن عبد الرضا شهلائي، وبذلك يكون الولايات المتحدة قد دخلت في المواجهة المباشرة مع إيران، إلى جانب تشديد العقوبات التي تضعف الاقتصاد الإيراني والقدرات الإيرانية على تطوير قدراتها العسكرية وعلى تمويل الأدوات التابعة لها في الدول التي أسست فيها ميليشيات مسلحة كاليمن ولبنان وسوريا والعراق. هل فعلا أستاذ حسان تحقق هذه العقوبات هدفها وتعد موجعة بالنسبة للنظام في طهران؟ لا شك أنها موجعة، إذ أن رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني كان قد أعلن قبل مقتل سليماني بأيام أن إيران خسرت حوالي 200 مليار دولار نتيجة العقوبات الأمريكية. كذلك نلاحظ أن الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على النفط الإيراني دفعت إيران إلى تطوير بعض صناعاتها لتعويض المبالغ النقدية التي خسرتها، منها صناعة الصلب والحديد التي طورتها إيران واستطاعت تصدير ما يقارب من 10 مليارات دولار. لذلك جاءت العقوبات الأمريكية اليوم لتطال هذا القطاع المهم في إيران لتصدير الحديد وللحصول على العملة الأجنبية اللازمة للاقتصاد الإيراني لتطويره. إذن الولايات المتحدة تلاحق الإيرانيين في اقتصادهم خطوة خطوة وتعمل على تعطيل قدراتهم الاقتصادية لمنع تمويل التسليح والتدريب والتغلغل في الدول التي تسعى لوضع يدها عليها. هل تعتقد أستاذ حسان أن إيران يمكن أن تنهار اقتصاديا أمام هذه العقوبات المتزايدة والتي شملت قطاعات كثيرة؟ في الواقع إيران تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، والانتفاضات الشعبية التي تتلاحق في إيران بين الحين والآخر هذا دليل على أن هناك تململ في الداخل الإيراني، وأن الشعب الإيراني أخذ يشعر بالضيق من هذه العقوبات التي تفرض على إيران نتيجة سياستها الخارجية غير المناسبة والتي تشكل خطر على دول المحيط وعلى دول العالم بأسره. وأوروبا حاليا تحاول إقناع إيران بأن الالتزام بالاتفاق النووي والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى هو الحل الوحيد لرفع العقوبات ووقف هذه التراجع الاقتصادي الذي تعاني منه والذي تعيشه باستمرار. فالوضع الاقتصادي الإيراني فعلا يشكل عبئا كبيرا على النظام الحكم، وقمع التظاهرات لا يشكل حلا بل يشكل دافعا لهذا الشعب للانتفاض مجددا للخلاص مما يعانيه من أزمات اقتصادية ومن إنفاق للمال خارج إيران. وفي أحدث تقرير تبين أن إيران أنفقت ما يقارب 100 مليار دولار على تدريب وتسليح وتمويل الميليشيات التابعة لها من خلال لواء القدس الذي كان يقوده المقبور قاسم سليماني، وبالتالي هذا نعم. يعني أن 100 مليار دولار كان يمكن إنفاقها في الداخل لتطوير البنية التحتية. وهذا ما أشار إليه بومبيو اليوم، أن على إيران أن تختار بين رفاهية شعبها وبين دعم هذه الميليشيات. في أقل من دقيقة لو تكرمت أستاذ حسان، يعني الهدف من العقوبات كما قال بومبيو منع طهران من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة، هل سيتحقق هذا في المرحلة المقبلة؟ إيران لا تستطيع الالتزام بهذا الطلب الأمريكي، لأن أي انكفاء إيراني إلى الداخل سوف يجعلها تخسر الحرب سواء كانت سياسية أو أمنية في الدول المحيط التي تسعى للهيمنة عليها، وبالتالي سوف يحاسبها شعبها على أن 40 سنة من الحصار والعقوبات ولم تنجح إيران في فرض حضورها ودورها في دول المنطقة ولا تأخذ دورا إقليميا كما كان ينبغي. لذلك المواجهة سوف تكون حتمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا عبر سكايب من لبنان.